طبعا اهلا وسهلا فيكم من جديد. انا بيعجبني الشيفات وخاصه الشيف نضال لما يكون مسوي الاشي صحي وواثق من حاله, ويكون عندنا في استضافه لاخصائيه تغذيه, يعني سواء زميلتنا ربا مشربش او رند الديسي, بيكون هيك قال واقف ومعرش حاط الاكلات جاهز, يعني قال انه يعني اموره ما في عنده اي مشاكل. تفتيش ورقابه طبعا انضمت لنا الرائعه ربا مشربش. اهلا سمير, صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ تمام. كيف الامور اللي قدامك؟ هاي وصفات لذيذه اليوم كثير. ماشيين تمام. والروزماري كتير حلو مع الأكل, يعني له نكهة طيبة كتير. طيبة كتير. إحنا بدنا نحط الروزماري على جنب, بدنا نحكي على اليوريك أسد. أي يوريك أسد مشكلة العصر. بدنا نعرف شو اليوريك أسد بالزبط. يعني بالبداية بالضبط. هلا كتير في ناس بكون عندهم ارتفاع في اليوريك أسد وممكن يؤدي للنقرس. طبعا بكون في عنا ارتفاع في اليوريك أسد ناتج عن ارتفاع مادة البيورين بالجسم, فبيؤدي لمشاكل خاصة إذا ترسب يعني في الجسم, فبيؤدي لمشاكل أو آلام عادة إذا كان الحد كتير أعلى. بنعمل طبعا فحوصات للسيدات, يفضل إذا كان فوق الستة يعتبر ارتفاع باليوريك أسد, وللرجال طبعا بنعمل بفحص بالمختبر فحص دم, وإذا كان للرجال فوق السبعة يعتبر إنه عندنا ارتفاع في اليوريك أسد. بيجينا مرات أشخاص عندهم الرقم 8 أو 9 وبتبدأ بعض الآلام يعني خاصة عند الأصبع الإجر. حساب أرقامه يعني شو أرقامه؟ اليوريك أسد مرتفع إنه فوق الستة للستات وفوق السبعة للرجال, يعتبر إنه هذا الشخص عنده ارتفاع في اليوريك أسد. هلا عادة بنلاقيها كتير عند الأشخاص اللي عندهم سمنة, يعني احنا اول ما تبدا مشاكل السمنه وزياده الوزن بيبدا نلاحظ انه عندنا مشكله في عدم انتظام السكر او مقاومه الانسولين. هاي الفحوصات الدوريه اللي دائما بتنعمل اذا الشخص عنده سمنه عشان نشوف شو نعمل له الحميه المناسبه. وبنلاقي في ارتفاع في الدهنيات, ومرات كثير بنلاقي في عندنا ارتفاع في اليوريك اسيد. وعاده بس ينزل الوزن ونتبع حميه صحيه, هلا بدنا نحكي على الحميه لانه مش أي حمية بتناسب الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في اليوريك أسيد, منلاقي بس ينزل هالوزن مع شرب السوائل والمي يعني أهم إشي برجع للمستوى الطبيعي. بس بهمنا كتير الحمية, إنه الحمية ما لازم تكون عالية بالبروتين, لأنه إحنا الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في اليوريك أسيد بدنا نشوف إيش في أغذية فيها بيورينز اللي هي بتؤدي لارتفاع اليوريك اسيد. ارتفاع البيورين بالجسم بالضبط. طيب شو الاغذيه اللي بترفع البيورين بالضبط؟ هلا هم اكثر شيء موجودين في عندنا ثلاث, بنقدر نحكي ثلاث درجات من الاطعمه العاليه جدا. هلا الكثير عاليه اللي هي عندنا مرقه الدجاج, الاسكالوب, الانخاعات, الكبده, الاعضاء الداخليه تاعت الخروف والدجاج واللحوم الحمراء. بس هي هاي اكثر شيء بالمرتبه الاولى. بيجي عندنا مرقه الدجاج والانخاعات والكبده والاسكالوب وبعض انواع الأسماك. الدرجة الثانية بيجي عندنا السمك والجاج واللحمة والبقوليات, وهدول بدنا ما بنقدر الشخص انه نلغي البروتين تماما لانه راح يتضرر, ولكن بنقلل نسبه البروتين, يعني بتكون من الحميه بنعطيه احتياجاته من 18-20% من مجمل سعراته من البروتين. عفوا منك, يعني الفول والعدس, الفول والعدس والبقوليات كلها, فاصوليا حمراء, فاصوليا بيضاء, حتى انواع الخضار, في بعض انواع الخضار زي الفطر, زي السبانخ, حتى الملوخيه كمان. هلا ما بنلغيها تماما ولكن بنقلل من مرات تناولها وكميتها. يعني اذا هو شخص بياكل فول وحمص كل يوم او 3-4 مرات في الاسبوع بنخليه يعني مره واحده, مره في الاسبوع, مره كل اسبوعين, كميه اقل, مش كميه كبيره بالضبط. حتى الدجاج واللحمه ما بنتعدى 120 جرام. في بعض الاسماك بتكون اكثر من اسماك ثانيه زي السردين مثلا, شوي اكثر من اسماك ثانيه زي يعني الفيليه, سمك الفيليه والسباس هذا اهون شوي, ولكن الاسماك ما يتعدى 120 جرام. يعني لما نحكي 120 جرام اللي هو صدر دجاج, يفضل يكون حسب وزنه, طبعا احنا بنعمله الحسبه حسب وزنه وعمره وحسب حالته الصحيه, ما بنخليه يتعدى الصدر, اقل من صدر حتى مرات بهاي الكميه اذا كان لحمه او دجاج. وبشكل عام اللحم الحمراء بنخفف من تناولها, يعني بصير التركيز على السمك والدجاج والتخفيف من اللحوم الحمراء. طب يعني قبل ما يروح يفحص او شو الاعراض اللي المبدئيه اللي ممكن الواحد يعرف من خلالها انه انا في عندي ارتفاع يوريك اسيد؟ هلا اهم مرات بكون عنده ارتفاع وهو مش عارف, اوكي, بس اهم الاعراض المميزه اللي هو بصير في عنده زي دبابيس بالاجراء, يعني بصير في وخس, بصير يوجعه نتيجه ترسب اليوريك اسيد وارتفاعه, فبنلاقي هذا العارض الموجود. بس احنا كحمايه وكوقايه وعشان نعرف هذا الشخص شو بدنا نعمل له, اي شخص عنده وزن كثير اعلى من الحد الطبيعي
ينصح انه يعمل من الفحوصات، لانه اي حدا بده يعمل حميه يفضل نعمل فحوصات نشوف صحيح. يعرف شو اكيد طبعا طبعا، لانه في كثير اشخاص ما بيكونوا عارفين انه عندهم ارتفاع في الدهنيات ولا عندهم ارتفاع في اليوريك اسيد، والحميه بتفرق يعني بتفرق. يعني مثلا اذا هو مش عارف وتبع حميه عالي بالبروتين، راح نلاقي بعد شهر او شهرين صار عنده آلام فظيعه لانه عم بياخذ اشياء عم بتضره بدل ما هي تفيد، اكثر ما يستفيد بالرجيم. بالضبط. حتى في عندنا بعض الاشياء الثانيه اللي بتضر اليوريك اسيد، يعني في ناس بربط اليوريك اسيد حتى بسموه النقرس مرض الملوك. كله انه لحوم وهيك. هلا في اشياء تانية بترفع اليوريك اسيد اللي هي مثلا السكر الفركتوز، مش انه فواكه وخضره، بالعصائر. يعني ينصح انه كمان عصائر مشروبات غازيه نبتعد عنها، والعسل والشوفان. يعني حتى خبز الشوفان والشوفان للاشخاص اللي عندهم ارتفاع في اليوريك اسيد يفضل انه يخففوا منه لحد ما يرجع اليوريك اسيد للمستوى الطبيعي. طيب في ناس باخذوا البردقان احسن دواء. طبعا الفواكه بشكل عام لليوريك اسيد. بدنا ناكل فواكه اكيد. طيب. ونشرب مي كثير. اللي بياخذوا مدربول واسبرين، شو علاقه هاي الادويه باليوريك اسيد؟ هلا هون بصفي بدنا نشوف الدكتور ايش راح يعطينا اشياء، لانه اليوريك اسيد ارتفاعه لازم يشرب كميات كثير كبيره من المي، فاذا عم بياخذ مدربول لازم كمان نتاكد انه عم بيشرب كميات كافيه من المي. ودائما في عنا ادويه بتتعارض مع اي ادويه ثانيه، دائما فيكون في استشاره للطبيب او الصيدلاني للادويه موعد اخذها عشان ما تتعارض مع اي اشياء ثانيه، فهي بدنا ننتبه لها. واول يعني اهم نصيحتين، عندك زياده وزن لازم تخفف وزنك، لانه عاده مع تخفيف الوزن عن جد بيرجع اليوريك اسيد للمستوى الطبيعي، وشرب كميات كافيه من المي. هاي طيب اساسيه جدا. طيب سؤالنا الاخير، سلطه الشومر والخس مع البرتقال لمرضى اليوريك اسيد ممتازه امورك تمام؟ نجحت نجحت لانه لازم ناخذ خضار والياف كمان عشان بالحميه للاشخاص اللي عندهم اكيد اكيد. طيب اكيد بس نخفف من المشروبات الغازيه والعصائر ومشروب الشعير كمان. طيب تمام، احنا بدنا نشكرك. شكرا. اهلا شكرا. اهلا شيف.